رمز، عايز ايه؟ انت رابع مره تكلمني دلوقتي، في ايه؟ يا رب الكارت اللي لقيته ده يخلص واخلص من ما تكلمنيش انا يالا، ولا انا قاعد مع اسرتي ما تتكلمش تاني، سامع؟ بيبي هو رمزي بيكلمك كتير اليومين دول ليه؟ قاعد فاضي يا ست، مالوش حد غيري، قدري بقى. انا عايز اقول لك يا بيبي بجد رمزي محتاج حنان، محتاج حاجه في حياته الخاصه. حياته الخاصه؟ ما عنده الملايه والمرتبه والمخده، اكتر من كده بقى يبقى طمع. يا حماتي في اوروبا ودول متقدمه الشباب في سن 16 سنه بيستقل عن اهله. شباب مين؟ شباب مين في اوروبا؟ انت عايزه تجيبي رمزي ده للشباب بتوع اوروبا؟ ده ملوش علاقه بالشباب، ده مش بني ادم اساسا. عيله بابا دي كلها فقر، كل طلعوا منها فقر، واصحاب عاهات مستديمه، يا اما اهبل زي رمزي يا اما عبيط زي مين؟ رمزي برضو، اصل رمزي واخد التوكيل الهبل حصري. على فكره بقى يا جماعه البنت ما بيهمهاش الشكل وبس، الشخصيه كمان مهمه. انا عن نفسي عشت اربع قصص حب بالمستوى ده. نعم اربع قصص حب؟ ايه ده يا هاني؟ ايه حضرتك ماشي على حل شعرك شرعي ولا ايه؟ لا 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 يا ابي، انا قصدي يعني ان انا عشتهم في محيط صحباتي. يا عيني على رمزي ده، مسكين جدا، تنفضيه تفضلي تقلبي فيه وش وظهر طول النهار وطول الليل ما تطلعيش منه ذره راجل. انا بقى المشكله ان رمزي ده وقع في قرابيزي خلاص مدى الحياه، لان مفيش واحده لا عاميه ولا طرشه ولا هبله ولا ابوها وامها غضبانين عليها ولا خالها مقاطعها هتوافق انها تتجوز زفت رمزي ده. ولا رمزي؟ نعم دول. هو انت سعيد بوحدتك دي يالا رمزي؟ بص يا دول، هو انا من زمان يعني وانا ملطوي. ملطوي يعني من مالطا يعني مش من مصر يعني؟ لا انا اقصد يعني ان انا يعني شخصيتي كده هو منكمشه على ذات نفسيتها. لا ما هي منكمشه اكيد عشان مثلا غسلت شخصيتك في ميه ساقعه. يا دول انا بنسجم مع الحيوانات كده وما بحبش البني ادمين على فكره. انا كان نفسي اطلع انفد. انفد؟ وايه مجموعك ما جابش انك تطلع انفد وطلعت تجحش ولا ايه؟ لا يا دول يعني انا كان نفسي اطلع انفد علشان يعني انفد كده هون في نفسي وانفد في الدنيا واسلك بقى. عارف انا نفسي انك انت تنفد من البازار ده واسلك انا بقى. يا دول خلاص بقى، لا تبكي على الكوكتيل المسكوب يا دول، انا خلاص طلعت بني ادم واللي حصل حصل. يا ابني انت فاهم انك بني ادم، انت مش بني ادم، انت مخلوق عجيب يالا. ولا عمرك يالا فكرت مثلا ترتبط بواحده ست؟ ياه اخلص. ايه يا نص ساعة يا بص يا دولة بقى، ما تفتقش في الفتوقات يا عم اللي خيطها الزمن. فتوقات؟ انت ايه كنت بتحب جيبة مقطعة يالا ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. حضرتك اي خدمة يعني؟ حضرتك داخلة البازار فعلا قصدة البازار ولا للأسف مثلا دخلتي غلط؟ هو في ايه؟ مين المسؤول هنا على البازار ده؟ مع حضرتك عادل سعيد رئيس مجلس إدارة البازار والمسؤول الأول، زائد إن أنا المحاسب القانوني للبازار. أوكي أوكي. دول أكلم رانيا مراتك. كلم أم ياسمين بقى بسرعة. غبي يا غبي، بتطلع أسرار بيتي هنا في الشغل يا غبي. أيه يا رانيا؟ لو سمحت يا ابو حمالات. انت ايه اللي لو سمحت يا ابو حمالات؟ بتفتكر الحمالات حضرتك؟ بصي انا ليا اسمي اللي تندهيلي بيه. وانا هعرفه منين اسمك ده؟ ما بتسالي دولة؟ مين دولة؟ دولة ابن عمي. دولة ده احنا ده كل القهوه اللي بنقعد عليها عارفينه، وكل الناس اللي قاعدين في الشقه بتاعته عارفينه، وكل انت خلاص ابيض خالص كده ابيض. يا ابني انت مالك؟ انا لسه جايه من الشارع دلوقتي. استغفر الله العظيم يا رب. جايه بقى من الشارع عشان يلمك بازار ولا ايه؟ انت اهبل ولا مجنون ولا غبي ولا في ايه؟ بص بقول لك ايه بقى، ما تقعديش بقى تحيريني بقى كده هون، علشان انا مش فاضي، انا مش فاضي، عندي شغل، عندي اله الطفوله ميتو رائع عايزه اروح ارضع. لا 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 انت رائع، انت ما حصلتش، انت تحفه. انا عارف ده كله عارف، بس ارجوك يعني ما تستدرجنيش بمسلوق الكلام علشان اعمل لك تخفيضات خالص. ما فيش حضرتك شلم ولا ملين هرضى انزله، ما فيش شلن وملين. لا انت مستقلب نفسك جدا. بص يا استاذ، انت بنظري ما تسويش اقل من ربع جنيه. طب لو سمحتي ابعدي بس ايدك شويه. ماشي يا رنا، ماشي ماشي خلاص ماشي. سلام 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 سلام. يخرب بيتك، انا اسف جدا الواد الغبي ده يكون ضايقك ولا حاجه يعني. والله بصراحه يا استاذ انا ما يضايقنيش غير المتطفلين. وكمان تطفلت على الهانم يا غبي. ولا روح اجري نظف تمثال اله القذاره اجري. حاضر. لا 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 لا، لو مشي انا مش هشتري ولا حاجه من البازار ده.
أصل أنا معجبة جدا بشخصية الأستاذ. لو سمحت ممكن اسم حضرتك؟ حضرتك أنا اسمي رمزي الشهير بأبو الرماميز ابن عم دولة. حضرتك أنا بقى دولة يعتبر من أكبر شعراء البازارات اللي في مصر كلها، بالإضافة أن أنا بحل كلمات متقاطعة بتفرج على أوبرا. أستاذ رمزي نعم. أرجوك ذكرت بتاعي، ممكن تليفونك؟ والله بيشحن يعني. بصي حضرتك غبي، افتكر عايزة التليفون نفسه غبي غبي يعني. أنا بموت في الشخصية دي. تموتي في إيه حضرتك؟ بقولك غبي غبي يعني. بالعكس يا أستاذ، ده مش غباء، ده غموض. غموض إيه ده غباء حضرتك؟ حضرتك ولو بتدوري على الغباء أنا أغبى منه. عايز كارت بقى؟ رمزي أرجوك. نعم كارتي معاك. أنا مستعجلة دلوقتي لازم أروح، أنت لازم تتصل بيه عشان نتكلم. معاك مروة طبجي مخرجة إعلانات. باي باي. باي باي. الكارت في عيني ما تقلقيش. هتعمل ايه بالكارت ده؟ ايه دول؟ هقعد بقى رنلها دول. ترنلها ايه يالا؟ وبعدين دي مخرجة اعلانات، اكيد يالا هياخدوك يحطوك على علب السمنة يالا. انت بقرة؟ خش يالا رمزي. حاضر. حط الحاجة دي هنا يالا. حاضر يا دولة. هنا هنا هنا؟ اهم العرر جوم اهم وجابوا طلبات البيت. زغرتي يا اللي انت مش غرمانه يا دي ماسوره الاباحه اللي بتتفتح اول ما بخش. انا نفسي الماسوره دي تتسد وتفرقع بقى. الو السلام عليكم، مين معايا؟ مروه الطبجي. في حد يا بنتي اتصل بحد في ساعه زي دي؟ يعني الساعه داخله على 3 الظهر. حد يرد على حد بالشكل ده؟ انت مش عارف بتكلم مين يالا؟ ايه تقابليني؟ لا يا اختي ما بقابلش بنات. ولا اديها ميعاد واروح انا يالا. طب استني يا مروه، بصي اديني ميعاد وانا هبعت لك دوله حبيبي ابن عمي، ها هو اللي يروح مكاني. ايه دوله رخم ما يجيش معانا؟ يا سلام، يتمنعنا وهن العائزات. هتعدي عليا؟ ماشي يا مروه بس نتفق الاول. بصي انا هقعد في العربيه بتاعتك جنب الشباك. ماشي يلا يلا سلام عليكم. هتقعد في العربية جنب الشباك؟ العربية كلها شبابيك يا أنا مش فاهم، مش فاهم عايزة تخرج معاك ازاي دي؟ تلاقيها مسوسة ومعفنة ومقرفة وشها شبه قعر القفة. عارفة يا سناء، أنت لو شفتي مروة اللي بيقولك عليها دي بجد، الخانة اللي مكتوب فيها في البطاقة بتاعتك أنثى هتشيليها. يا أخي روح 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 روح. الواحد ما بيحسش بقيمة الجمال، قيمة الجوهرة اللي في إيده عشان ملك إيديه. يا نقنق والله والله انا مقدر وشاري يا نقنق. بص يا نقنق، ده انت الدفيره الواحده بس منك بمقاس 87 واحده منها كلها. انا ما طلبتش رايك، ما طلبتش رايك، انا ابص لواحد زيك. يا سلام، اصبري بس لما تشوفيها ساعتها بجد يا سناء هتتصدمي في انوثتك. اسمعوا يا جماعة اسمعوا، إذاعة البي بي سي بتقول إن القال إيه رمزي طلعت له واحدة صاحبته. ايه ده ايه ده يا رمزي؟ كانت صاحبتك في الدراسة؟ يعني كانت زميلتك في كتاب القرية؟ دراسة ايه وكتاب ايه وقرية ايه؟ الكلام ده بالنسبة للبني آدمين، رمزي أساسا مش مصنف كبني آدم يا ماما. ايه قلة الأدب دي؟ ما بقاش فيه لا خشة ولا دم، البت من دول تشوف الواد وتحبه وتقول له أنا بحبك في وشه كده، فين بنات زمان وتقل بنات زمان؟ ايه ده يا طنط؟ خلاص الدنيا اتغيرت واتطورت ودلوقتي بقى عادي جدا ان البنت هي اللي تبدا بالخطوه الاولى. خطوه اولى ايه؟ على اساس الاثنين هيتعلموا المشي مع بعض يعني ولا ايه؟ ايوه يا مروه نعم. ايه وصلت تحت؟ طيب بس انت انا قاعد بتفرج على دلوقتي فيلم اسماعيل ياسين في جنينه المجانين. جنينه المجانين ايه يا اهبل؟ يعني حابسين مجانين في قفص؟ ايوه وصلت خلاص، ما تقعديش تلوكلوكي بقى، خلاص وصلتي اطلعي يلا يلا باي. طلع هنا ولا طلع؟ ايه ده في ايه في ايه؟ لا ما فيش، اصل في واحد من المجانين كان بيهرب من قفص فكنت بشجعه يعني. النبي ايه؟ ودلوقتي بقى احنا في مرحله انتظار انثى العنكبوت اللي مصاحبها رمزي. كت كت كت. ايه ايه ايه؟ هروح افتح لها عشان رمزي مشغول مع الفيلم يعني. افتح لها انت ليه؟ انا هنا سيده القصر، هفتح لها انا. شفت دول بيقول لك ايه؟ مساء الخير، هو الأستاذ رمزي موجود؟ رمزي؟ يو بقى ما بيردش. يا بنت اهمدي وعودي، انت سهران لغايه دلوقتي ليه؟
ماما رمزي ما روحش لحد دلوقتي. ما هيتنيل يروح البازار ويبات فيه. لا انا قلبي حاسس كده ان هو ما روحش وبتسنكح مع البنت السنكوحه دي. قلبك سلامه قلبك يا حبيبتي. هو قلبك ورمزي خلاص بقى على خط واحد من امتى بقى ان شاء الله؟ الله يا ماما، مش لحمي ودمي وابن عمي. يا سلام، من امتى الكلام ده؟ ما يا ماما ساعات كده الواحده بتبقى مغفله. قوم ايه، تيجي ايد كده من بعيد وتاخدها وتفهمها. قوم ايه، الواحد تمسك الجواره وتزيح من عليها التراب وتشوفها بنظره جديده. قوم ايه، الواحد تنتبه لحياتها ونفسها. قوم ايه، تحب. قوم ايه، اعتبرها غيره حريمي مثلا يعني. انا غير من البنت اللي اسمها مره السنكوحه دي؟ يا ماما انا كبدي ياكلني من كاترين زيتا جونز. اموت من هند روستوم، اتحرق كده من كاترين دونوف ولا جوليا روبتس ولا ديمي مور. مش من البنت ديت، اقل من الناس دي يا ماما، يتحكليش كعب. يعني عقلك كده بيشاورك على انك ترتبطي برمزي. والله يا ماما يعني ولد مش بطل من غير نظاره يعني. لو قلعنا النظاره وقلعناها قبل منها الحمالات اللي هو لابسها وعملنا له عمليه ليزك. أيوة. ولبسناه جزمه سيفتي كده مسافه 80 سنتي فيطول شويه ويقبن على وش الارض، ودخلناه الجيم وعرقناه كده لمده 3 4 اسابيع، فجاه يا ماما يقلب، ممكن يبقى رشدي اباظه. حضرتك يعني ما تزعليش مني في الكلام اللي انا هقوله يعني. ها، لون عين حضرتك يعني كده مش عاجباك. هي لونها اخضر كده، هو ده مرض؟ مرض ايه يا رمز؟ الحاجات دي حلوه عند الستات ان عينيها تكون خضرة، والرجاله بالاخص بيحبوا الموضوع ده. انا ما حدش قال لي من الرجال ازاي ياخدوا قرار ومن غير ما يرجعوا لرمزي. لا لا لا، دي مزهله. لا والله انت اللي مزهله. حضرتك تحب لون عينيا تكون ايه؟ انا بحبها لونها تنفسجي. تنفسجي؟ والله للاسف يا استاذ رمزي انا ما عنديش اللون ده. انا عندي في البيت لون كركري، ينفع؟ والله لما تكركري بقى تلبسيها قولي لي. يخرب بيت دماغك يا رمزي. بص يا رمزي، انا مخرجه. انا مش ضد عمل المراه كممرضه خالص. ممرضه مين يا ابني؟ انت اللي مريض. افهم يا رمزي، افهم، انا معجبه بيك. الا طب ما تقولي كده من الاخر يعني. لا ما اقصدش كده، انا معجبه بيك كمخرجه، معجبه بتكوينك ونفسي استغله. لا 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 حضرتك، لا انا ما اسمحش. انا رمزي ما يسمحش حد يستغله كمخرجه. لا 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 خالص. ايه ده اللي انت عامله ده؟ انا اللي انت عامله ده يخرب بيتك، عامل لي اسطول فرعوني يالا بالورق. مسطول فرعوني؟ ايه دولا، واحنا اي حاجه كده ونسيبها للفراعنه، حتى المخدرات يا دولا. بص بقى السفينه دي، سفينتي يالا. يخرب بيتك يخرب بيتك، اعمل لك ايه اعمل لك ايه؟ ايه ده ايه ده، انت بتضربه وبتشتمه يا اخي؟ ايه انت ما عندكش قلب؟ معلش معلش يا رموستي، معلش. رموستك؟ وكمان موستي. موستك؟ والله يا نؤنو، والله ومليكي عليا حلفان يا حبيبة قلبي، أنا عمري عمري ما هزعل منك طول ما أنا شايفك بنضارتي يا نؤنو. لا نضارتك دي لينا فيها كلام تاني، بس مش وقته. إيه عايزة إيه من نضارته حضرتك؟ عايزة تلبسي نضارته؟ لعلمك لو لبست النضارة عينيك هتسرب. خدوا خدوا كلوا واشربوا عشان تتقوتوا، انتوا تعبانين قوي من الشغل. الله، شندوشات ايه دي يا نقنق دي؟ فراخ بالحلاوه اللي انت بتحبها. الله، فراخ بالحلاوه؟ الله ياخدك، فراخ بالحلاوه، الله يقرفك. وانت من امتى الكرم والحنيه دي؟ ده انت لما كنت بتديني البنه كانت بتلزق في اسناني. ناقص بقى حضرتك تعملي له سمك بالمربى. سمك بالمربى؟ لا مش ممكن. هطبخهولك بكره، نظفت السمك من الزفاره وحشيته مربى وجاهز على الطبيخ. بس انا للاسف كده معزوم على الغدا بكره يعني مع البت دي مروه دي اللي انا مش طايقها. مروه مين ومش طايقها ايه؟ بقولك هطبخلك وسمك بالمربى، تقولي مروه لازم تيجي تزفر بقك بالسمك. يا سلام، على طول لسانك زفر وعايزه تزفري لسان الواد طول الوقت، ما بناخدش منك حاجه عدله ابدا. ما حدش وجه لك كلام، بتحشو ما حدش وجه لك كلام. رموزة افتكرت، هبقى اتصل بيك على الموبايل. ماشي، وهتشيكي عليا؟
ايوه هشيك عليك. انت شيك من غير حاجه يا نقنق. نقنق؟ ايه ده، دي كلمه شعريه قوي، انا هقعد طول الليل احلم بكلمه نقنق ديت، جديده قوي في السوق. على اساس ان انا ايه بقى في البازار ده يعني، تمثال اله الكوبري؟ ما تسلك ايدك يا بنت من الاستك يا بنت. حد يفكني، حد يفكني يا طول. يلا يلا اتكل على الله. ابو بيلات بقى هشيك عليك بقى ان شاء الله في. يلا اتكل على الله. بره يا بنت. طبخلوا يما بايدي الصينيه، وازاي يما ازاي يما ازاي يما ما ياكلهاش. ايه ده يا سلاعي اللي انت عاملاه ده؟ ايه رايك؟ حلو قوي. ابن عمك حسب ما تدوقيه. ليه يا شيخه؟ شكلك رسم على تقيل يا سناء. ايه كل ده عشان رمزي؟ يا بيبي هو انت ما تعرفش المقوله العظيمه التاريخيه اللي بتقول اقرب طريق لقرب الراجل صينيته؟ وعلى اساس بقى ان انا مش راجل اهو وفاهم كل حاجه بتحصل في البيت، ده كلام فارغ اللي بيحصل ده. يوه بقى يا عادل، انت خسران ايه؟ حرام عليك، ليه تقف في طريق سعاده اختك؟ انا ما بخسرش ابدا عادل، سعيد عمره ما يخسر، بالعكس ده انا ببقى فرحان جدا، وخصوصا ان انا هضرب كلبين بجزمه واحده. كلب لما ينهشك، لما يقرمك، لما يعضعضك، لما ينهشك كده بضوافر على وشك. ايه الكلب الغلاوي ده؟ الكلب قال انا عادي يا ماما يشتمني، انا عادي، ده اخويا عادي مفيش حاجه، لكن يشتم رمزي لا، وما يشتموش في غيابه. الله 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 الله، يا سلام على الحب اللي بينبت ويترعرع على سفره مطبخي في منزلي، هذا الحب الذي يبدا بالصينيه اللي ريحتها غريبه دي. ما غريب الا الشيطان، ابن عمي وبموت في كعبه بوز جزمته، ايه الغريب في كده؟ لما اكلم الزفت ده شوفه راح فين، كلمه وشوف ايه حكايته. الو الو، ايوه يا رمزي، انت ازيك عامل ايه؟ وحشتني قوي. ايوه انا طبخت واستنيتك. ايوه السمك استوى وقلبي من حبك هوا. قاعد معاها في الكافيه؟ حاجه نايل عيشتك، حاجه تربعها على نفوخك انت وعلى كل الجرسوات اللي بيخدموا عليك يا معفن يا رمه. شفتي شو بيخني يا ما رايحاله؟ الله، البنت اتجننت ولا ايه؟ يا ابني افهم بقى، انا هعمل منك موديل مشهور كبير تكسر الدنيا دي كلها بظرف اسبوع واحد بس، هو مده الحمله الدعائيه، ده انت هتبقى اشهر واهم من احمد عز. مين احمد عز ده؟ وبعدين بقول لحضرتك ايه، احترمي نفسك، يعني ايه موديل موديل؟ انا روح، انا بني ادم. مش عارفه اخش للكائن الفضائي ده ازاي. بيخبطي على الباب وانا افتح لك يا ستي، لكن بقى تقولي لي موديل وقرون والحاجات دي انا ما استحملكيش. يا ابني افهم، ارجوك انا عندي منتج اعلاني ما ينفعش حد غيرك يبقى الموديل بتاعه. اسوق عربيات يعني وكده؟ لا يا ست، بص انا بعمل حوادث بالعربيات، اذا كانت عربيات يعني في الملاهي ام كهربا دي ماشي، بس تبقى الكهرباء مقطوعه. يا ربي يا ربي، انا عملت شرور كتير في حياتي، ولكن العقاب ده اكبر واهم من اي خطا انا ارتكبته. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، الله الله الله، وكمان بتقول له يا حبيبي بتخني في فتره ما قبل الخطوبه يا اخي. طب استنى للجواز كنت اعديها لك. معلش احنا اسفين جدا يا استاذه مروه، يعني ان حضرتك شايفه المناظر دي، انا اسف جدا. بقول لك ايه، رمزي ده ابن عمي وبيحبني انا ومتكلم عليا انا، وبيننا قصه حب مستمر. اوعى يا اخي، مستمره بقالها سنين. يا بجد يا نقنق، بجد والله. يا وانا فاكر تهزيئك ليا طول السنين اللي فاتت دي اهانه، طلع حب واستكانه. حضرتك اتعرفتي على اتنين من اسبل عائلتي، يعني عيلتي الصغيره دول اسبل اتنين فيها صراحه. يعني بنت انتي، بقول لك ايه، رمز ده تنسيه خالص وتشيليه من دماغك، وتدلتي نمره تليفونه من على تليفونك، وتشيلي عينيك الحلوه اللي اتدب فيها 18 ار بي جي دي من عليه. بتحترمي نفسك يا ست انتي، عينين ايه ولوز ايه؟ انتوا فاهمين الموضوع غلط يا جماعه. حضرتك انا الوحيد اللي فاهم الموضوع صح، واضح طبعا ان حضرتك يعني بتميلي ليا، وبعدين عايزاني اغير من الحيوان ده صح؟ لا لا لا، انتوا مجانين رسمي يا جماعه. انا مروه الطبجي، مخرجة الإعلانات المشهورة في مصر، ورمزي ده هو بس عشان أستعمله وأستخدمه عشان يبقى الموديل بتاع المنتج بتاعي اللي ما حدش عايز يعمله. منتج؟ منتج إيه؟ منتج إيه اللي ما حدش عايز يعمله لك ده؟ اسمعي يا ستي،
أنا ماسكة حملة دعائية اسمها نمي ذكائك ورتب أوراقك، وده كورس صيني محتاجين بني آدم غبي عشان يعمل الموديل بتاع الإعلان. للأسف لفيت الدنيا دي كلها ما لقيتش أغبى من البني آدم ده. بقى هي كده الحكاية؟ وأنا اللي كنت فاكراكي معجبة بيه؟ معجبة بيه إيه؟ ما أنا قلتلك من الأول معجبة بيه أنا يا ماما. بي اي وسي اي ده مفيش واحده حتى لو كسرت بص على البني ادم ده. دي الشماعه، حتى الشماعه تقرف ان انت تعلق هدومك ولا حمالاتك دول عليها. يا نقنو ايه الغلط ده بقى؟ ليه الغلط حضرتك؟ انا كلمتك عشان تقعدي تغلطي. الحمالات عملت لك ايه؟ يا سلام، عماله تهزق فيك من الصبح يالا وانت ساكت. الحمالات هي اللي وقفت في زورك يالا. اهدى يا عادل، سيب لنا الطلعه دي. اهدى يا اخويا يا حبيبي يا شقيقي، يا بارد يا رمة، يا حمار يا كلب، يا معفن يا زفت، يا ليل أدب يا عديم التربية. انت الله يخرب بيتك، في واحدة عندها ذرة عقل تبص الواحد زيك وانا اللي ايه؟ كنت هضيع عمري كله بسبب غيرة الستات. ايه نقنو بالراحة، نقنو بالراحة يخرب. خلاص 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 يا سناء، خلاص سيبيه. الحمد لله احنا اسفين جدا للمناظر اللي انت شايفاها دي، يعني اسفين جدا صراحه. لا ولا اسفين ولا حاجه، انا حاسبها كده تقطع في روميو بتاعها وعوضي على الله في النحتايه دي. بقول لحضرتك ايه بعد اذنك، يعني اعوضك على الله في النحتايه ليه؟ النحتايه تفضل شغاله بدل ما كنت تعملوا اعلان عن اللي ما يستعملش البرنامج يبقى غبي زي رمزي، اعملوا الاعلان على ان اللي يستعمل البرنامج يبقى ذكي زي عادل سعيد. عادل سعيد اسم له تاريخ عجيب. يا سلام، أنا هعتزل الإعلانات، أنا هتجوز وأقعد في البيت. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ طب في الشهر؟ شايف بس خلاص يا سناء، خلاص يا سناء، خلاص يا سناء، خلاص يا جزمة، خلاص يا جزمة. لا يا بنت قومي افتحي. نبدل مع بعض الفتح الباب بقى. هنبقى نكلمهم في الموضوع دوت يتبنوا لك عيل ولا اتنين، وبرضو انت اللي هتقومي تفتحي الباب. يلا قومي افتحيه. قومي. معلش عمتك مجنونه. صباح الخير. صباح الخير. منزل الاستاذه هنا يا السيد اللوحي؟ ايوه. معايا جواب من امريكا. ده الماما. من امريكا؟ عاوزين حلاوه الهجيه. معاكي فلوس؟ خد اتفضل. شكرين. معاكي فلوس؟ يبع جنيه ليه؟ وانا جايب لكم الجواب من اول فيصل. انت ليه محسسني اني رحت امريكا ماشي ورجعت بالتوك توك؟ ما تحمد ربنا على يبع جنيه وش وده. الحمد لله. ياه، كنت في انتظاره على احرم الجمر. دول اكيدي 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 من كل القرايب بتوعنا اللي موجودين في كل انحاءات امريكا. اللي تشتتوا بعد حرب امبابه. الحلم الامريكي سوف يتحقق. حلم امريكي؟ خير الله ما اجعله خير يا رانيا. هاتي ابعته لام سيد، ما هي فسرت لي الحلم اللي شفت فيه عادل ابني وهو في حفره، كان بعديها باسبوع كان متجوزه. ايه البلديون اللي بتقوليه ده؟ سيبك منهم، دول مجانين. كملي يا حبيبتي طمنيني. هلو، جود مورنينج مسز رانيا، وي ار ذا انترناشونال. يا مامي مامي مامي، عارفه مضمون الجواب ده ايه؟ مضمونه ايه بقى يا ست رانيا؟ افتي افتي يا اختي. دي هيئه المجتمعات القمريه اخيرا وافقوا على انضمامي والتحاقي ليهم. مش دي اللي مكانها في نيوجيرسي؟ ايوه يا مامي، من عصره كنت بعت لهم جواب طلبت منهم ان انا انضم ليهم في توزيع الاراضي القمريه وبيعها. يا نهار ابيض، هيخصخصوا القمر؟ هو فكر الخصخصه وصل لغايه القمر؟ هما لما يبيعوا القمر بقى الدنيا هتبقى ضلمه؟ ياي ياي، مش معقول، انتوا جهلانين، مش طبيعي جهل. لما سيبك منهم، دول متغازين. يا مامي انا كده اصبحت مندوبه الشركه في مصر والوطن العربي. رانيا انت رايحه تبيعي القمر؟ طب احتياطي، خدي معاكي معجون حلاقه ومشط وفلايات وسبح. واللي مش هيشتري القمر يشتري الحاجات دي، ونسبتك برضو ماشيه. عمركم ما هتفهموا، عمركم ما هتتطوروا، هتفضلوا باصين تحت رجليكم كده على كوكب الارض الحقير. ولعلمكم نهايتكم سودا وطين، يا اما هتبقى تحت نفق مظلم، يا اما فوق كوبري مشهم متصدع، يا اما في مترو الانفاق والنور مقطوع عليكم وهو بالمره نخلص منكم. ولعلمكم بقى الارض بتنهار، الصخور بتتفتت، الجدار بتتنسف، المياه في الاجواف بتقل، السطوح هتقع فوق دماغكم ونخلص منكم. يا لهوي، هي القيامه هتقوم؟
حبيبتي انت كده خضتيني خالص، يعني انا عايزه اعرف ديكور اهتماماتك في البيئات. لا يا مامي، الفكره كلها ان انا لو عرفت اسوق 10 قطع قمريه هيبقى ليا قطعتين متميزتين كبونص في اي مكان انا عايزاه. واو، اوكي اوكي حبيبتي بقى، لو انت يعني شايفه ان ذاتك وطموحاتك هتكتر اكتر في القمر، انا ما عنديش مانع تطلعي القمر. يا رانيا ازيك؟ ايه قاعده بتعملي ايه؟ لا ما انا ما قلتلكش، مش انا اتعينت في هيئه المجتمعات القمريه الامريكيه لتقسيم اراضي القمر؟ اتعينتي يعني اتوظفتي من غير ما تاخدي رايي؟ ازاي الكلام ده؟ والبيت يا هاني؟ يعني ده مش هياثر على شغل البيت؟ ازاي يعني هتروحي امريكا الصبح وبعدين ترجعي على الساعه 2 الظهر تعملي الاكل؟ طب وياسمين؟ مين هيذاكر لياسمين؟ لا يا حبيبي، ما هو انا كل شغلي هيبقى هنا من جوه البيت من اوضه نومي، اصل انا كل اللي مطلوب مني ان انا ابيع 10 قطع اراضي على القمر لسكاننا هنا هو في مصر هنا، وهيبقى ليا ايه قطعتين ارض بونص. يعني ايه ده؟ هيبنوا فوق القمر؟ هو القمر دخل كردون مباني؟ لا، هو انت ما تعرفش ولا ايه؟ انت نايم يا استاذ. ماركو فانيلي مندوب. اهلا وسهلا، اسم حضرتك فانيلي؟ ده اسم العيلة فاميلي. اكيد طبعا، الوالد بقى كان بيشتغل في الملابس الداخلية اول من اخترع الكرسون. ما اكيد طبعا عشان البرد في الشتاء يعني، والحاجة ام الاختراع. انا بقول حياتك يعني نبطل كلام في الامور الداخلية ونتكلم في المهم. عندك حق حضرتك، انا كان عندي شوية اسئلة ياريت يعني تجاوبني عليهم. أنا بصفة المسؤول الأول عن شركة يما القمر على الباب، فمفوض إني أجاوب عن جميع الأسئلة اللي يقولوها الجماهير. حضرتك يعني السؤال الأولاني عبارة عن الأبراج اللي انتوا حضرتك يعني هتعملوها إن شاء الله في القمر دي، هتبقى بإذن الله بعد قد إيه تسليم مفتاح مثلاً؟ انت تقصد حضرتك ايه بالظبط؟ اقصد ايه يعني حضرتك الزبائن اللي احنا هنقنعهم يعني هنقول لهم هيستلموا شقاهم على المفتاح امتى يعني؟ في هذا القرن ان شاء الله. في القرن ده، في القرن ده الساعه كام بالظبط؟ جرايه عادل، الساعه محدد انت قوي، اساله يوم ايه يوم ايه حضرتك. احنا هنبدا نعمل اعمال المحاره ان شاء الله قريب. قريب يعني حضرتك الناس اللي هيستلموا محاره وحلوق وهم يشطبوا بالظبط كده. طب انا كان عندي سؤال حضرتك، هل هيبقى في خط قمر ارض بحيث ان احنا يعني نبقى قاعدين على القمر واهالينا يبقوا قاعدين على الارض، فنبقى محتاجين كل خميس وجمعه كده ننزل على الارض وبكده كل السبت بقى الصبح نرجع تاني على القمر، يعني هيبقى في ترانسبورتيشن؟ احنا هنعمل شبكه مواصلات صاروخيه من الارض للقمر هتشتغل 77 ساعه ضوئيه. هل في مواصلات على القمر نفسه؟ يعني مثلا ميكرو باص القمر، سي تي اي القمر، مترو الانفاق، توك توك القمر؟ بس يا ريت لو هيبقى في توك توك القمر بلاش العيال الصغيره هم اللي يسوقوا التوك توك حضرتك، يعني لسبب بسيط جدا، لسه عيل صغير كان سايق توك توك خبط الكلب البلدي بتاع الواد فتله والواد متدمر على اللي هو المحور بتاع المنيب ده حضرتك. وبعدين لو مدام هنطلع توك توك على القمر نرخص من بدري بقى. لا هنرخص ان شاء الله. بص ادي الخريطة موجودة اهي، بص بقى سيدي، وهيبقى ليكم في الخريطة دي خريطة تمام، بص ليكم حتتين ارض مجانا وهنبنيهم لكم على حسابنا، بس انتوا شطروا وسوقوا الارض للجماهير. ناخد العناصية دي. ناخد اللي العناصية دي حلو. لا بس بلاش العناصية، ممكن نوع من على القمر. يا جماعة بغض النظر عن رأيكم أو رأيي في رانيا، إلا إنها يعني رضينا أو مرضناش، هي تعينت خلاص وبقت مديرة مبيعات أراضي القمر. كانت عقلك شفطتك خلاص؟ بس فعلا انا ما كنتش هصدق ابدا لولا شفت بعناية وما بيحطوا فلوس في حجركم وبيقول لكم يلا يلا ابداوا المشروع. والفلوس دي هتفضل معايا لان انا المسؤوله عن الحمله الاعلانيه للمشروع. ولعلمكم اللي عايز يشتغل معايا يحترم نفسه ويمشي ورا كلامي ويسمع الكلام طول الوقت. وانت بقى هتحاسبينا باليوم ولا بالشهر؟ يمكن بالسنه الضوئيه يا ماما. يا دولا، يعني انا افهم من الكلام دون يعني ان احنا هنروح نقفل البازار بتاعنا ونفتح بازار تاني في القمر بعد الضوء؟ انت بتفكر ليه؟
بتفكر ليه؟ انت عمرك شفت قمر بالنهار؟ القمر بيطلع بالليل بس يلا. اه صح يا دولة. اه يعني احنا كده هنقفل البازار ده والنص يوم بس. انا عندي مقترحات، ان احنا نصفي كل الممتلكاتات بتاعتنا هنا على الارض، وناخد الفلوس دي ونفتح بيها في البنك المركزي القمري، عشان انا سمعت ان هو بيدي 200% انترست. يعني ايه انترست ده هنا دول؟ غبي غبي. انترستد يعني متشوق. وانا امبارح عملت سيرش على اسم الشركه ودخلت على موقعه واتاكدت ان هم رموا الاساسات فعلا. يا جماعه دلوقتي احنا بصدد بيع اراضي قمريه، يعني احنا لازم ننجح دلوقتي في بيع 10 اراضي عشان ناخد البونص بتاعنا قطعتين. بالظبط يا جماعه، وعشان الهدف ده عايزين نقسم بقى الشغل. كل واحد هيعمل ايه؟ بالنسبه لك انت يا نجلاء، عندك الجامعه لازم تنشري المشروع في الجامعه، يعني بدل ما انت طول الوقت يعني سايبه المحاضرات وقاعده بتلعبي او بتخطفي انتيم دي من دي ولا انتيم دي من دي، اعملي بلقمتك بقى يا ماما. طب ايه العروض اللي هجذب بيها الشباب؟ اسكان متوسط، الوحده 60 متر على اقساط 20 سنه قمريه. اه طبعا، ده اول حاجه هتجذب الشباب ان هم هيقسطوا على 20 سنه. بعد كده الشاب ممكن يسقع الارض، طبعا تسقيع الارض في القمر ده بيبقى بارقام تانية خالص، او ممكن يفتح شقتين على بعض. اه وانت يا مامي وانت يا انتي، انتوا كسيدات بقى بعلاقتكم بسيدات المجتمع الراقي وغير الراقي طبعا. يعني قصدها تقول المجتمع الراقي الواطي عشان يفهموا. بغض النظر يا عادل، كل الطرق تؤدي لميدان الجيزة، خليني أعرف أركز. أنتوا هتنشروا الفكرة عن طريق الأسرة، عن طريق إيه بقى؟ النميمة، قعدة المساطر، قعدة الفسحة، البلكونات. البلكونات دي بالذات ممكن تنشر الفكرة من خلال الإشارة، يعني أنت يا ماما تبقي واقفة في البلكونة طول الوقت وتقعدي تشاور على القمر كده. لا لا لا، أنا مش فاهمة حاجة. ايوه يعني تقعدي طول الوقت في كلامك تجيبي سيره القمر، تجيبي سيره القمر. لا لا لا، ما بحبش اجيب سيره حد بالعيبه ابدا. لا 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 لا، ايه يا ماما، ايه اللي يعيب القمر يا ماما؟ ده قمر قمر، يعني اقصد ايه في كلامك طول الوقت تجيبي سيره القمر، يعني مثلا ممكن تشغلي الاغنيه بتاعت يما القمر على الباب مثلا. او اقول لحضرتك على حاجه، اشغل لهم اغنيه قمرين بتاعت عمرو دياب. لا لا يا رانيا، انا معترض على حكايه قمرين. قمر على الباب ماشي اوكي، لكن قمرين ده بقى مختلف، لان الناس هيتلخبطوا القمر ده ولا القمر ده، زي ايه؟ عامله زي بين السورين، زي بين القصرين، زي بين البنين. لا خلينا محددين وواضحين لو سمحت. ايوه دولة، بس انتوا يعني سهوا عليكم حاجه مهمه جدا، يعني لان انا شايف باحساسي. شايف بايه؟ باحساسي ان القمر ده صغير خالص، يعني قد الطبق كده اهو، ازاي بقى هيلمنا كلنا؟ ما هو لان انت بتبص له بعين ارضيه، لكن انت لو طلعت قعدت على القمر نفسه هتبص له بعين قمريه. بص انت مالكش دعوه باي حاجه احنا بنتكلم فيها، انت معاك المطبوعات دي هتاخدها توزعها على القهاوي وعلى الكافيهات، وخد معاك الواد حته والواد فتله. ها ماشي يا دولة. وانت يا سناء، انت بقى كتربويه يا حبيبتي هتنشري الفكره عن طريق بقى المناهج، ما لازم الدراسه، هتلم العيال كده في الفسحه هتقول لهم القمر وعلاقه الانسان بالقمر، وهم هيروحوا يقولوا لاهاليهم لما يبقوا يدخلوا في المنهج اللي انا بدرسه علم الفلك، ابقى ارغي فيه ولا عايزين ارغي بغير لازمه؟ بص يا سناء، مش لازم كل حاجة تعترض عليها، نفذ اللي احنا بنقوله خلاص. عموما يا جماعة، كل واحدة فيكو عرفت مهمتها. انا معرفش مهمتي يا بابا. انت بقى يا حبيبتي هتفتني كل اللي انت سمعتيه عن القمر لاصحابك في المدرسة، اوكي؟ خلاص؟ فاكس؟ فاكس. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم في داركم يعني ان شاء الله. وكلمه الان للسيده الفاضله رئيسه جمعيه اسكان متوسطي الدخل واسكان الشباب الموجوده في القمر، السيده الفاضله رانيا اللوحي. عملائي الاعزاء، او بمعنى اصح جيراني الاعزاء، نحن في زمن. لو حضراتكم تلاحظوا وشوفوا هي استخدمت جملة بتقول ايه، بتقول جيراني. جيراني ليه؟ لان احنا مش بننصب عليكم، احنا زينا زيكم، هنبقى ساكنين جنبيكم فوق في القمر، فبنحييها على كلمة جيراني والسلام عليكم. يا جماعة انا ما حبيتش استولى على ارض القمر لوحدي، لا لا، هذا الشعب وأبناء هذا الشعب يستحقون ما هو أفضل. لو سمحت حضرتك، احنا مخطوبين بقالنا كتير قوي، وبعدين احنا دورناها على الكافيهات، انا دافع مقدمة كبيرة قوي في شقة في الشروق، فهل ينفع اسحبها واخد في القمر؟
بص حضرتك انت ايه اللي يوديك الشروق؟ المسافه بعيده جدا، احنا بنقرب لكم المسافه، هنطلعكم القمر بص قريب ازاي. وبعدين انت الشقه اللي انت واخدها في الشروق دي كام متر؟ 30 متر صافي. يا سلام وفرحان قوي. 30 متر 30 متر ده يعني انت لو مقضيها في كافيهات اي ترابيزه اكبر من الشقه اللي انت واخدها يعني. رفقا بالشباب يا عادل. وانت حبيبي. ايه ده ايه ده ايه ده يا حبيبي دي؟ يا حبيبي دي؟ ها؟ هو يعني احنا بنقول نكسبهم لكن مش توصل لحبيبي، فاضل تحضنيه. يا عادل ده نوع من انواع الدعاية، حرام عليك يا عادل. ده نوع من انواع الخيانة. خلاص اوكيش. خش في الموضوع. يا جماعة، عزيزي العميل، عزيزتي العميلة، لما هتاخد على القمر اهو هتضرب عصفورين بحجر. اولا مسكة مناسب، ثانيا قعدة رومانسية، يعني بدل ما تاخد البت بتاعتك وتقعدوا في اي كافيه ولا تقعدوا تتزنقوا في اي جنينه وحد يضايقكم، فانتوا قاعدين على القمر. بقول ايه يا ولد؟ ايوه يا عمده انا عارف طلبك كويس، اكيد بتدور على مكان تعمل فيه دوار وزريبه وتجيب معاك البهايم. مظبوط، وجنب الدوار عاوز فدانين جمر عشان ازرعهم موالح. لا 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 لا، الزراعه هناك على فكره في القمر هتبقى سهله جدا لان الارض خصبه بشكل بايخ يعني. غير كده بقى الري العادي اللي احنا عارفينه كلنا اللي هو الري بالتنقيط، هناك الري بالتسقيط، لان القمر زي ما احنا عارفين كلنا فوق جنب السحاب مش كده، بيبقى جنب السحاب، بتاخد من السحاب بترش الارض بيبقى خلاص يعني. انا عايز ابني فوق مول شيك قوي ومعاه سلسله سوبر ماركت كده هسميها امرور، ايه رايك؟ مش فوق الكثافه السكانيه جامده وفي بيع وشراء؟ يا جماعة يا جماعة، قوانين القمر بتمنع دخول أي مأكولات أو مشروبات. زي السيما بالظبط يا أخوانا. إحنا يا جماعة مش طالعين نوسخ القمر. وغير كده كمان أي حد ممنوع يطلع القمر معاه أكل، يعني مثلا واحدة طالعة بحلة محشي، واحد طالع بسندوتشات، النظام بتاع جنينة الفسطاط ده مش موجود عندنا في القمر خالص، يعني أنت بالذات يا عمدة لو في دماغك إنك أنت تهرب مثلا زلعة مش، تهرب بلاص بتاع عسل أسود، مفيش الكلام ده، هيتقبض عليك هيتقبض عليك، محدش يطلع أي أكل، أي أكل عايزين تجيبوه هتجيبوه فوق من السوبر ماركتات اللي هتبقى موجودة زي ما قال الأستاذ، السلسلة بتاعه السوبر ماركتات اللي هتبقى موجوده. يعني انت ضامن الناس فوق هيشتري كل الحاجه من عندنا؟ اذا كان كده يا سيدي ده نعمل معاك عقد احتكار من دلوقتي. لو سمحت ممكن ادفع مقدمه وبعدين الباقي نقسطه؟ يا سلام، ده يوم المولد قسطي زي ما انت عايزه. اولا في اكتر من نظام تقسيط، وده طبعا بضمان ممتلكاتكو اللي في الشروق ال 30 متر. لو سمحت حضرتك، هو الاستلام امتى؟ بعد سنه ونص. بس انا يا جماعه بنبه من دلوقتي، الاستلام محاره وحلوق. على فكره احنا ممكن نشطب لكم لو عايزين نشطب لكم، بس ده في نظام تاني برضو بالتقسيط، التقسيط للتشطيب. يا نهار اسود، هو انا لسه هستنى سنه ونص؟ بقول لك يا حلو، عندي شقه في اكتوبر جاهزه على المفتاح على طول، بس انت قلب الزبون اللي معاكي ده وتعالي. يا راس مالي يا متعفن. لا 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 لا، لو سمحتوا لو سمحتوا، انا مش عايز اي كلام في السياسه، عشان كده حتى فوق ان شاء الله مش هيبقى فيه اقسام شرطه ولا ايه؟ يعني في وظايف، صالوبه المحامين، صالوبه ضباط الشرطه، لاننا هنكون بنعيش في المدينه الفاضله مع بعض كلنا كاخوه واخوات. واخيرا مع بعضينا بننشد النشيد بتاع الشركه نفسها، اتدحرج واجري يا رمار وتعال على حجري، اتدحرج واجري. معقولة خلصتم مهمتكم بالسرعة دي؟ ده انتوا ايه؟ ده انتوا حاجة مش معقولة ابدا، ده انتوا حاجة عظيمة. ما هو ده شعارنا حضرتك، سرعة في الأداء دقة في التنفيذ. حضرتك الفلوس اهي كلها موجودة، وهتلاقي حضرتك فيهم شوية ارباع وانصاص كده اهو، دول من شوية شباب يعني غلبانين عايزين يطلعوا القمر يكونوا نفسهم يعني. ده انتوا كده هتشجعوني ان انا اديكوا كوكب عطارد. عطارد حضرتك دي مسؤولية ضخمة قوي علينا. استنى استنى اتقالي ما تدلقيش. حضرتك يعني بجانب عطارد ينفع ناخد زحل وبلوتو؟ انا بحب بلوتو قوي صراحة يعني، وبعدين انا من زمان كنت بحلم ان انا اعمل مشروع سوبر ماركت كبير جدا يعني في السماء كلها. بقى انا هديك توكيل خردوات في المجرة. المجرة؟ طب حضرتك يعني معلش هو الطلب يعني مهم شوية، الشباب اللي دفعوا الفلوس دي كلها يعني عايزين يعني يعينوا الأرض اللي هيسكنوا عليها. أنا هعمل لكم رحلة صاروخية من الأرض للقمر وهبلغكم بيه.
بص انا عايزك تبلغ كل الناس اللي حجزوا معانا على القمر ان الرحله بتاعت القمر هتطلع بكره ان شاء الله من موقف احمد حلمي. الصاروخ هيطلع الساعه 12 الظهر بالظبط عشان نوصل مثلا على 7 8 باذن الله. تروحوا في النور بقى تتفرجوا. يعني ايه؟ يعني انت عايز تتجوز وعايز شقه وكمان عايز تقعد جنب الشباك في الصاروخ؟ طب ما فيش شباك. اهو قاعد اهو. في ايه؟ يا نصابين يا حراميه، وهمتونا وخدت فلوسنا، لا لقينا صواريخ ولا بومب حتى. مش قلت لك يا ايمن دول نصابين؟ ما يا راجل تصدق ان في شقه في القمر؟ مش لو كنت سمعت كلامي كنا رفعنا الفلوس دي مقدم شقه في صحراء نفاده. اني هنتوخك يا ولد. افتخري ايه بس في ايه؟ افهم انا لغايه دلوقتي مش فاهم. لا افهم بقى، احنا رحنا الموقف لقينا شويه ميكروباصات بلاش لازمه وناس قاعده تتريق وتشتم فينا، والجدع اللي اسمه مفيد فوزي كان هناك وكان عايز يصور معانا. لا الا مفيد، الا مفيد ده لو عارف هيشرشحنا. بعد اذنكم يعني حضرتك اللي مسؤول عن الموضوع ده واحد اسمه مستر فانيلا، حضرتك انا ممكن اكلمه؟ ممكن يعني يكون الصاروخ اتاخر عشان بيمول مثلا من اوتستراد ولا حاجه. احنا مش هنسيبكم الا في السجن. ايوه مش هنسيبك الا في الجلسه. ايوه خش علينا. مش هنسيبكم الا في الجلسه. مين فيكوا عادل ورانيا؟ هم مظلومين. يا باشا احنا مظلومين يا باشا. سيادتك حضرتك يا صباح الخيال بقى، حضرتك عايز تعبي القمر في ازايز؟ لا طبعا يا فندم، دي حاجه ما تصدقش يعني حضرتك، انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. حضرتك هي دي صاحبه الفكره. يا عادل بتبيعني؟ يا عادل انا مراتك. يا عادل مراتك. ابيعك طبعا ما دام ما عرفناش نبيع القمر. اي حاجه تجيب لنا اي حاجه في اي حته. طب وانت ازاي تسمعوا كلامه؟ يا باشا هنعمل ايه؟ مفيش حقوق في البلد دي سكن فيه. ولا انا مش لسه ماسكك من 5 سنين انت والبنت دي في الحديقه الدوليه؟ ربنا يكرمك يا باشا ان شاء الله، بس من 5 سنين دي عدت. خلينا في النهارده حضرتك يا باشا، سعادتك انا وهي يعني برغم ان انا مش شريكها بس احنا اتنصب علينا يا باشا. اللي نصب علينا واحد اسمه فانيلا، شوفوه بقى متعلق على انه حبل واقبضوا عليه. جاري البحث عنه، ادينا بندور. وحليني بقى. حاسب عليا كده شويه. حاسب بس. اهو اهو هو ده يا باشا، هو ده يا باشا حضرتك فانيلا اهو. فانيلا؟ فانيله ايه؟ والله وقعت في ايدي يا حمدي يا بنطلون. يخرب بيتك ومزور اسمك وماشي بالفانيله وسايب البنطلون. هو انا كل شويه يا باشا نصبها تحصل في البلد تمسكون انا؟ معلش يا سيدي استحمل، اصل في ندره اليمين دول في النصابين، وبعدين بقى احمد ربنا ان احنا بنجيب لك شغل. الشنطه دي اللي فيها الفلوس؟ دي كنت ناوي هج بيها على بنها، الامين عكشني على اول الطريق الزراعه. تخيل حضرتك يا باشا مهرب فلوس لبنها. كنت ناوي اعيش في الحلال، اجيب نحلتين واعمل منحل عسل. اتفضل حضرتك، نحلتين يعمل بيهم منحل عسل؟ يعني ده انت لو جبت النحلتين قعدوا يلفوا طول اليوم عشان يعملوا عسل لمده سنه مش هيعملوا لك معلقه عسل. بدل ما تجيب معلقه عسل حضرتك جايب كم فلوس تعمل بيه ايه؟ بص النصب، بص النصب. معلش يا عادل، ما يمكن الراجل عايز يبدا من الصفر يا حبيبي. شفت؟ شفت حضرتك شريكته في الجريمه بتدافع عنه ازاي؟ عارف ينام في البيت البداول الزفت ده؟ يا ربي بقى امشي هناك شوية. يو مامي بدلة يا لهول البجاع. عادل انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ده سريري. انت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك ده سريري. انت اللي جابك هنا؟ ايه ده؟ انت فاهمانين غلط. اخويا وحماته. انتوا فاهمانين غلط. يا لهولي ما ارى ابني ومجيده. لا لا انت فاهمانين غلط برضو. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل حصل
رانيا كده يا رانيا تبهدليني البهدله دي. لو انا كنت نايمه في الشارع كان جوزك خبط عليا قبل ما يجي ينام جنبي. معلش يا مامي معلش يا مامي ما يقصدش هو ايه. كان رايح يشرب فتلخبط في الاوض بدل ما يخش عندنا احتس على عمره في عمل. لا 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 انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش عارف ايه اللي جابني هنا. اكيد زي ما انت بتقولي فعلا اتلخبطت وانا داخل الاوضه يعني. أيوة أيوة. انا اسف جدا. هو ايه ان شاء الله اوضه مجيده ما اوضتي موجوده. كنت رميت لك صنع بره. رميتي مين يا ماما؟ ايه اللي رميت صنع ده؟ هو انا كيس جوافة حمض ولا ايه؟ ما هو ليه اوضته اوضته بتاعته هو ومراته. ايه اللي خليه يبرم في البيت ويجي في اوضه مش اوضته يخلينا نسمع كلمه من ليس ولا ما يسواش؟ قصدك مين اللي ما يسواش؟ انت زفت انت ما صوتكيش يا مجيده. اه بحسب. طيب انا اسف جدا يا جماعه اللي حصل. يعني انا اسف هعمل ايه؟ والله ما عارف اعمل ايه ومش عارف ايه اللي جابني هنا. بس هعمل ايه؟ معلش يا حبيبي انت شكلك تعبان والارهاق لخبطك كده واحتست على روحك فدخلت. لا 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 ايوه صح صح صح. رانيا رانيا خديني من ايدي والنبي خديني من ايدي. انا اسف جدا انا اسف جدا انا بعتذر. انا اسف جدا انا اسف جدا انا اسف انا يا جرستي يا جرستي ما تبصوليش كده. بقول لكم ايه؟ لا زير ثانك يو جود افترنون جود افترنون. يا دوله ايه يا عم السرحانه اللي انت فيها دي من الصبح يا دوله؟ لا مفيش 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 على رمزي برضو يا دوله. في ايه يا عم؟ مفيش. لا قول لي يا رمزي هو الواحد ممكن يبقى نايم في مكان يعني ويصحى يلاقي نفسه في مكان تاني؟ يا طبعا يا دوله. اكيد مثلا بتتقلب كتير ولا حاجه اليومين دول؟ اتقلب كتير ابقى نايم في اوضه اصحى الاقي نفسي في اوضه تانية يا اخي. اوضه تانية؟ لا يا دوله مش معقوله دي. يعني ممكن تلاقي حد مثلا بيهزر معاك وشالك وانت نايم؟ شالني وانا نايم من غير ما احس بيها يا زكي. اه صح يا دوله صح معاك دي حق يعني. طب دوله ممكن تكون انت مثلا بتمشي وانت نايم؟ بمشي وانا نايم؟ اه على فكره دوله في واحد في البلد عندنا كان كده هون برضو بالظبط لحد في يوم كده هون لقوه بيصيف في اسكندريه. امشي وانا نايم يعني تفتكر يا رمزي حكايه ان الواحد يمشي وهو نايم دي حقيقيه يعني؟ يا دوله يا حبيبي دي حقيقه مؤكده علميا. حقيقة مؤكدة؟ انت ايه يعني بتقرا من ورايا بتتعلم من ورايا ولا ايه؟ لا يا دولة ان شاء الله اطفح. ولا يا عم دي بس شوية معلومات عامية كده هو. اكيد معلومات عامية مدام جات لك وما راحتش لاي حد تاني المعلومات دي فهي معلومات عامية طبعا. يا دولة امال ايه يعني؟ ولا عايزني افضل جاهل زيك كده هو طول حياتي ما اعرفش حاجة خالص؟ جاهل زي اطلع بره هنا. انا اسف اطلع بره اطلع بره اطلع بره. رانيا رانيا يا رانيا في ايه؟ رانيا ايه الدم اللي في ايدك ده؟ انت قتلت سناء؟ ايه الدم ده؟ جه منين ده؟ انت بتسأل انا؟ امال اسأل مين؟ ما انا كنت نايم جنبك طول الليل. نايم بالشكل ده؟ ايه ده؟ انا اتعورت ولا ايه؟ ايه الدم ده؟ ممكن يبقى كاتشب مثلا؟ وش عرفني؟ انا يظهر ان انا تعبان. اصل هو صراحه رمزي قال لي على حاجه كده بس انت عارفه الواد ده مخرف يعني الواحد ما بيصدقوش. حكيت ايه يا بيبي؟ قال لي ان في ناس بيمشوا وهم نايمين. اه والله ممكن تصدق بقى احتمال وارد بقى تبقى منهم انت؟ طب وايه الدم ده وايه؟ بص يا عادل انت فاكر اليوم اللي قفشناك عند مامي في الاوضه؟ يا دو قفشتوني عند مامي هتفضلي ماسكه لي الحكايه دي طول عمري يظهر بقى. المهم دلوقتي يا عادل نعرف ايه اللي جاب الدم ده على هدومك وكنت فين امبارح؟ ايوه لازم نعرف انا كنت فين امبارح وده دم كتير جدا يعني ايه اللي حصل؟ ياسمين انت بتقري الجورنال ولا ايه؟ عادي يا بابا.
وبتقري ايه بقى؟ اصل الجورنال ده يا ماما للكبار بس، يعني الصغيرين عشان يقروا حاجه في الجورنال لازم يبقى معاهم رقيب، حد زي علي ابو شادي مثلا. قصدك ايه يا بابا؟ قصدي يعني انت دلوقتي بتقري في ايه؟ صفحه الحوادث. اذا كان كنا صفحه الحوادث. حوادث ايه؟ وانت ازاي تقري في صفحه، بتقري ايه في صفحه الحوادث؟ ابدا، دي جريمه قتل. قتل؟ قتل؟ يا نهار اسود، ده انت فاضل تعزمي عليا كمان بسجاره. مين بقى اللي اتقتل؟ ايه ده يا بابا؟ هو انت ما تعرفش ان الرقاصه اللي ساكنه في العماره اللي جنبنا اللي اسمها لولا اتقتلت؟ لا لا ما اعرفش. وريني. اتقتلت صح. طب والناس بقى يا بابا بتقتل بعضيها ليه يعني؟ بتبقى ظروف يا ياسمين، ظروف ظروف ظروف. طب ويا ترى بقى يا بابا الوليد الزغنانين اللي باباتهم بتقتل بيحسوا بايه لما يعرفوا ان باباهم قتل قتله؟ مش عارف يا ياسمين، مش عارف مش عارف. طب ويا ترى بقى يا بابا الناس اللي بتقتل دي بتخش النار صح؟ خش اوضتك انت دلوقتي يا ياسمين، يلا خش اوضتك بسرعه بسرعه، خش اوضتك. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. مالك يا عادل متوتر كده ليه؟ خدي. قصدك ايه يا عادل؟ قصدك ان انت اللي قتلتها؟ مش عارف يا رانيا، مش عارف مش عارف. بقيت قتل وقتل يا عادل؟ السلام عليكم. ادولا حبيبي، ازيك ادولا؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه في ايه؟ اقرا ده يا رمزي. في ادولا في اقرا بس. اعلانات مبوبه. مبوبتي مبوبتي بس. الحوادث يلا الحوادث. ما مبوبه دي الحوادث. يلا الحوادث. انفجار ماسوره في وسط القاهره تحط. يلا ماسوره ايه؟ يلا الخبر اللي تحتيه. يلا اللي تحتيه. ماشي ادولا. مقتل راقصه في حي الهرم. ايه دولا انت زعلان يعني على الرقاصه ليه يا دولا؟ انت كنت على علاقه بيها ولا حاجه؟ يا ده علاقتي يا لا، هتوديني في داهيه. مش على علاقه ولا حاجه. يلا فاكر لما جيت زورتك وبعدين مسكت الكرباج وقعدت اضربك وانت في البازار؟ فاكر يلا؟ ما تفكرنيش بقى دولا. لا انت صحيح يا رمزي، كان احساسك ايه وانا ماسك الكرباج وعمال بقطع فيك؟ انا دولا يعني حسيت ساعتها كده ان انا كده يعني اسد واقف في البازار كده وانت عمال بقى تروضه. بيروضوا الاسود في البازارات دلوقتي يالا؟ ده في السيرك يالا، وبعدين بيروضوا حيوانات كتير غير الاسود. طيب يا دولا احنا ما علينا دلوقتي يا عم، ايه علاقه بقى الحادثه دي يا دولا باليوم اللي انت ضربتني فيه يا عم؟ ما انا اصلي يالا خايف اكون انا اللي عملتها يالا. عملت ايه يا دولا؟ معقوله يا دولا تكون وصلت للقتل؟ صوتك مش هيمشي. انا بقول لك يمكن يلا، يمكن هتلبسني مصيبه. حرام عليك يا دولا، حرام عليك. عملت لك الرقاصه كده وانت قتلها في عز شبابها بدله الرقص. يخرب بيتك يلا، بقول لك يمكن، مش انا مش اكيد، بقول لك يمكن. بص يا دولا انت لابسها يا عم. انت دولا ما بتبقاش عارف شكلك بتبقى عامل ازاي وانت نايم، بيبقى كلك شر. الله صحيح انا ببقى شكلي فعلا شرير قوي؟ ايوه دولا بيبقى شكلك كده هون يعني قتل قتله. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ بص يا دولا انت تروح تسلم نفسك للبوليس يا عم واخلص بقى واخلص. ايوه بس انا لو سلمت نفسي للبوليس البوليس مش هيصدق يعني ان انا كنت نايم. يا دولا لا هيصدق. دولا انت تروح تقول لهم ايه؟ انا اللي قتلتها بس كنت نايم وحياه ربنا، واحلف وهم هيصدقوك ويسيبوك. يا سلام، يصدقوني بالسهوله دي؟ ايوه يا دولا، ده اذا كان يا عم انا مصدقك البوليس مش هيصدقك يا عم، وانا يا عم هروح اشهد معاك يا دولا. انت بالذات ما ينفعش تشهد معايا يا ابني، انت اساسا معاك شهاده معامله اطفال وهم ما بياخدوش بشهاده الاطفال. ما تتكلمش خالص. طب اربي شنبي واعمل ده؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتربي شنبي؟ اهلا بسعاده الباشا. منوره يا باشا، مش بعد الزياره دي خير يعني؟ جات لنا اخباريه ان الزباين عندكم مزاجهم عالي وبيشربوا حشيش على الشيشه. حشيش؟ اشاعات مغرضه يا باشا لا مؤاخذه، سعادتك شايف اهو زباينا كلهم ناس محترمين ومش اي حد يعني. والناس هتتبلى عليك ليه يعني؟ المنافسين بتوعنا يا باشا عاوزين القهوه دي تقفل، لكن زبايننا لا مؤاخذه من احسن الرجال، وعندك اهو مثلا يعني الاستاذ عادل ده راجل محترم وصاحب بازار. ماشي. خير يا باشا؟ مفيش حاجة. لو سمحت يا سعادة الباشا كنت عايز حضرتك يعني، بص حضرتك يعني مش ضروري يعني تقبض عليه في القهوة كده قدام الناس علشان الشوشرة يعني. هو بص هو قال لي يعني ان انا هسلم نفسه بهدوء. قبض على مين يالا؟
على دولة ده، دولة حبيبي ما هو اللي قتلها، بس صدقني حضرة الأمين هو والله كان نايم. بتعمل ايه؟ خرب بيتك بتسلمني يا رمزي. يا دولة هسلكك كزر. قتل مين بقى؟ قتل الرقاصة حضرتك، اهي الرقاصة اهي وبيدوروا على المجرم، والمجرم اهو. قبضوا عليه. حضرتك ما عملش حاجة والله حضرتك، يعني ماشي يا رمزي بتعمل كده فيا يا رمزي. ماشي يا دولة، ده انا الواجب بيحتم عليا ان انا ابلغ عنك. يحتم؟ وانت جبت يحتم دي منين؟ يا دي يخرب بيتك، يا لما انا ما يتقبض عليها تبقى انت في الشوارع، يا لو انت عندك شغل غير في البازار. يا لا يا دولة، بص انا هجيب لك اكبر باش محامي في البلد كلها يا دولة، ما تقلقش. يا حضرة الظابط، طب بص انا هقول لحضرتك حاجة، انا ما كنتش لوحدي بقى في الجريمة دي. امال مين اللي كان معاك؟ كان معايا رمزي، وهو كان بيقفل عليا وانا عمال بضرب الرقاصة. حضرتك ايه ده؟ يا دولة كده وانت ضايع مستقبلي؟ مستقبلك وانت ليك مستقبل يا صايع، تعالى معايا في الحاجز على الاقل هتلاقي لقمة. طب حضرتك انا رجعت في كلامي، هو ما عملش حاجة. قدامي يلا. هو ما عملش حاجة، ده كان نايم. دولا هم دول الكفار يا دولا؟ ولا ما تستهبلش يلا، عشان دول ممكن يقطعونا هنا. دول خيرة شباب مصر، دول اللي هيجيبوا لمصر كاس العالم ان شاء الله. ايه ده يا راجل؟ يا طب والنبي يا دولا صورني جنبهم يا دولا، حبايبي. يا مساء اللطافة والزرافة والخفافة، ايه ده يا طاقين؟ انتوا هتهزروا معانا ولا ايه؟ يا حضرتك احنا ما بنهزرش، وبعدين انت بتتكلم معانا على اساس ايه؟ روح يبعت لنا حد كبير، يلا احنا جايين ان هو في مدرسه كي جي 1. كي جي؟ طيب انا هبعت لك اصغر واحد في الفصل. الله عليك يا دوله، ايه الاجرام ده؟ انت مجرم جرمانه يا دوله. امال ايه يالا؟ امال ايه لازم تاخدها من اولها كده يالا؟ انت عارف انا ديتها ايه؟ انا املوهم بس شويه واقوم اقطعهم واحد. كنت فين من زمان يا دوله؟ مالكش دعوه. نعم. مالكش دعوة. نعم. ايه ده حضرتك؟ هو ازاي يقومك؟ ده اتجنن الواد ده في دماغه ولا ايه؟ لا حضرتك روح ارتاح تاني وبعت لنا الصغير اللي بعتك. اتفضل حضرتك، اتفضل. انتوا جايين تهزروا هنا يا قطط؟ لا بقول لك ايه، انت كده غلطت غلطة عمرك. نزل ايدك، انت بتعرفش انت بتكلم مع مين يا ابني؟ بتكلم مع مين يعني؟ سكسي بوند؟ لا حضرتك، يعني ده انت اللي بتهزر. هو سكسي بوند ايه يعني؟ بص حضرتك، انا قتلة يعني، بس يعني تخصص رقصات، لكن ان شاء الله ناوي اوسع نشاطي واخش بقى على الاحجام التانية والشربات وكله يعني. رقصات؟ امال فين الصغات؟ رمزي ده شكله ده يالا اللي بيطلع في المصباح بتاع علاء الدين. يالا يا راجل اللي هو بنطلب منه؟ طب انا نفسي ابقى غني. قول نفسي ابقى ذكي، قول له يالا، قول له. انتوا جايين تستعبطوا هنا ولا ايه؟ نستعبط ليه حضرتك يعني؟ بص بقى، انت عمال من الصبح تمخمط فينا واحنا ساكتين لك. انت مين؟ انا حسون المفتري، قاتل حد دلوقتي 1000. اهلا وسهلا يا استاذ شهريار، اهلا وسهلا حضرتك. شكلك كده مرابط. في ايه حضرتك؟ في ايه؟ نزلني لو سمحت. عادل سعيد. ايوه انا فوق. زياره فيزي. زياره؟ يا ترى مين اللي جايلي دلوقتي؟ عادل، يا عادل يا حبيبي، انت فين؟ انا هنا اهو يا رانيا. يا عادل يا بيبي، تعال يا بيبي. ايوه لو سمحت يا استاذ، بس ممكن تنزلني اكلم المدام؟ احنا في خدمه الموزس. مش كبير. وحشتني. انت وحشتني قوي يا رانيا. عامل ايه يا حبيبي؟ انا كويس قوي الحمد لله، بس اوعي تصدقي عني اي حاجه، انا بريئه رانيا، انا بريئه. لا بيبي، لا مش مصدقه يا حبيبي، انت حياتي يا روحي، انا مصدقك انت بس. وانا كمان يا رانيا، انا بريء. ايه 12 بريء؟ ده هي قضيه واحده هتقعد فيها نص ساعه. بيبي بقول لك، هم صحيح الكلام اللي بيقولوه ان انت عندك علاقه
غير الشريفة بالست دي يا عادل؟ ها؟ يا رانيا هيبقى ضرب جوه وبره، وبعدين خرجي ايدك بسرعة عشان ممكن يكلقوها. علاقتي اللي غير شريفة، انت على طول بتصدقي الاشاعات يا رانيا. رانيا انا ما اعرفش حد غيرك وما حبيتش في عمري حد غيرك يا رانيا. يا تيتي والله وانا مصدقك يا حبيبي، وانا كمان عينيك يا عادل عينيك حاسة ان هم عمصين كده مش عارف ايه. حزين حزين عشان الظروف اللي انا فيها يا رانيا. معلش بس انت اهم حاجة عرفتي كل حاجة. يا دولا يا دولا يا دولا، واحنا في وقت حب دلوقتي يا دولا، ما تخليها بقى تقول لها تجيب لنا مهندس يطلعنا من هنا اهو. مهندس يطلعنا؟ اسكت يا عم، سيبنا في اللحظه الرومانسيه اللي احنا فيها دي ارجوك. ايوه ايوه صح صح والله. الزياره انتهت. معلش يا حضره سول، ممكن بس تسيبنا خمسه كمان؟ فينش حضرتك بس خمس دقايق ما جراش حاجه. زقين. معلش يا رانيا شكله حافظ مش فاهم. ما جبتيش معاكي اي اكل عيش حلاوه بتاع؟ لا والله يا عادل، ده انا كنت فاكره يعني ان انت هتبقى خايف هنا وبتاع فما لحقتش اجيب. بس اقول لك ايه، انا ممكن اعمل لك ديليفري. ديليفري ايه بس؟ هيبرد على ما يفتشوه يدخله لنا هنا. لا يا دولا والنبي بص، خليها تجيب لنا البتاع دهون عشان انا كان نفسي من زمان او ادوق. هو ايه اللي نفسك تدوق؟ اللي هو الدليفري ده دولا. انت عارف ايه هو ده؟ ولا مش ناقصه غباوتك خالص. رانيا اتكلي انت على الله، بس بقولك ايه، لازم تشوف لنا على راي رمزي اللي هو المهندس اللي هيجي يخرب بيتك، المحامي اللي هيجي يطلعنا ده ضروري يا رانيا. طبعا يا عادل طبعا، انت بتهرج بس انت مش سايبني فلوس. فلوس خدي من ماما او سناء لغايه اما اخرج. ماما وسناء، يبقى انت لابد بقى في الزنزانه العمر كله يا حبيبي. يا رانيا اتصرفي لو سمحتي يا رانيا، اتصرفي بعد اذنك. مع السلامه يا رانيا. مع السلامه يا رانيا. مع السلامه. مع السلامه رانيا. مع السلامه رانيا. مع السلامه رانيا. يا ابني يا حبيبي يا عادل، يا ابني يا ترى عامل ايه دلوقتي؟ يا ابني يا ترى عامل ايه؟ انا اخويا قتل قتله، ده كده الموضوع ده هيوقف سوقي. لو حد تقدم لي اقول له ايه؟ اخويا رد سجون. يا سلوم، هو ده بس اللي انت شايله همه؟ الجواز الجواز الجواز. اولا انت كده ولا كده السوق بتاعك واقف، مش لاقي اي حد يلمك. على حبيبتي بنتي اللي زقننه الشابه اللي هتقعد سنين عمرها من غير جوزها. رانيا قولي لي عملت ايه مع المحامي؟ اطمني يا حماتي، المحامي طمني الحمد لله الحمد لله، وقال لي ان شاء الله انه هيقدر يخفف الحكم لمؤبد بس. يا نهار اسود، مؤبد؟ لا لا لا، غير المحامي ده ما ينفعش ما ينفعش خالص. يعني ايه ما ينفعش؟ مش على قد الفلوس اللي معايا. هو انتوا اصلا رضيتوا تديوني مليم واحد؟ منين يا حبيبتي نديكي مليم ولا اتنين؟ وبعدين انت اللي مبوظه اعصابه ووصاه الحاله اللي هو فيها دي، يبقى انت تحملي نتيجه اعمالك السوداء. ليه بقى ان شاء الله انا بعمل له ايه؟ مش كل شويه عايزه 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 ماسوره عوزان. انا اللي عايزه 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 ماسوره عوزان، وهي اللي مطلعه عينه مستويه القلب عليا يا سناء. انت اللي مطلعه عينه مستويه القلب عليه. يا شيخه جاتك القرف؟ قولوا بقى، ما تقعدوش معانا زهقنا. مين يا مامي؟ ده المعلم عيكوى الجزار. طب خليه اتفضل. اتفضل. قال يا معلم عيكوى. ازيك يا مدام؟ الحمد لله خير يا معلم. امال الاستاذ عادل فين؟ عادل راح مشوار وزمانه جاي. خير في حاجه؟ خير ان شاء الله، انا جاي اطمن عليه. اما هو ما احنا قلنا كويس خير بقى. اصل من كام يوم وهو معانا واحنا بنذبح بالليل كانت حالته مش ولا بد. كان لابس بيجاما؟ ايوه، طرطش عليه شويه دم، اتخض طلع يجري مننا لدرجه ان العجل اتخض وطلع يجري معاه. انا كده فهمت اللي حصل. طب بقول لحضرتك ايه يا معلم معاكوا، ممكن حضرتك تقولي الكلام ده قدام الضابط؟ اقول لحضره الضابط ده كده هيعرف ان انا بذبح بره السلخانه. انت عايزه توديني في داهيه عشان خاطري يا معلم معاكوا؟ اصلا عادل متهم في قضيه قتل، وانت الوحيد اللي ممكن تطلعه براءه. كان كده بقى ماشي، احنا ولاد بلد وما نسيبش حد ابدا في زنقه. متشكرة قوي يا معلم عيكو، يلا بينا. دي ارمي دي. بس يا معلم اوعى تكون بتسرق يا دول. عيب ياض ارمي الواد ده، ايه ده اتحرق البيت تاخده على طول. خساره. عادل ورمزي. ايوه حضره الضابط عايزكم، خدتوا براءه. براءه دول؟ كفيني كفيني ياض، هكفيك بعدين. Thank you.